تتويجا للمسار الفني لمؤسسة نسائم الأندلس وللنجاح الباهر الذي عرفته هذه الدورة بالخصوص. كانت دورة ناجحة وكانت دورة بامتياز بشهادة الجمهور وبشهادة الولوعين وبشهادة القادمين إلى مدينة طنجة للحضور إلى هذا الحفل البهيج، والذين يشاركوننا كل سنة بحضورهم سواء جمعيات مهتمة بالتراث سواء ولوعين أو ولوعات. صراحة تمتعنا بسهرات ماتعة، سهرات كانت فعلا لها وقع كبير على الجمهور، وخاصة أن الاحتفالية زادها بهاء، وهو مشاركة المجموعة الإسبانية لاتونا التي جاءت لنا من إسبانيا في إطار الاحتفالات بمهرجاننا، وكذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني الإسباني. لا ننسى كذلك الإخوان الفنانين البرتغاليين القادمين من لشبونة بمشاركة قيمة فنية بلوحة فنية لفن الفادو. كل هذا هو الحمد لله فرصة سانحة وفرصة طيبة لساكنة طنجة وللجهة التي صراحة تتمتع بهذه الأجواء الثقافية وأجواء فنية. فنحن على العهد نرعى الدمام، وعهد المحبين لا ينقضي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.